زهير مخلوف، ديما السؤال هذا يحرجني دائما. زهير مخلوف هو ناشط حقوقي، مناضل سياسي، سجين سابق 4 مرات، سنة 87 إيقاف دام حوالي شهر، سنة 91 المرة الأولى 3 أشهر، المرة الثانية سنة و 9 أشهر، المرة الثالثة 95 إيقاف مطول، ولكن السجن الأخير كان سنة 2009 لمدة 4 أشهر. يعني هذا تاريخي في النضال السياسي. بالنسبة للنضال الحقوقي، أنا اقتحمت النضال الحقوقي بسبب حادثة أليمة جدا، دائما لا أذكرها ولكن لأول مرة سأذكرها. هي حادثة وقعت سنة 95، وقعت لي ولزوجتي. سنة 95 وقع اقتحام منزلي في ليلة متأخرة، ووقع إجهاض لابنتي الأولى في 9 شهر. يعني في الأيام الأخيرة كانت زوجتي تنتظر اليومين حتى نقوم بالتحول إلى المستشفى للولادة، ولكن في حادثة غريبة جدا. يعني أوقفت في مكان عمل، لم تكن تعلم زوجتي بالإيقاف، وقفت من طرف قوات أمن الدولة، ولكن فرقة من الفرق، كانت فرقة حي الخضرة وفرقة بارتو، كنت مكان الإقامة في حي الخضرة لأنها لم تعلم بالإيقاف إلا متأخرا، فأرادت أن تفهم لماذا اعتقلتني قوات أمن الدولة، فاقتحمت منزلي في ساعة متأخرة من الليل، مما اضطر زوجتي إلى إجهاض ابنتها، كانت بنت في 9 شهر من عمرها. من يومها قررت أني نخوض عمل النضال الحقوقي حتى نرفع الضيم عن يعني مساجين الذين كانوا يتابعون، كانوا يعيشون سجنا موسعا في ما بعد خروجه من السجن. أنا كان آخر سجن خرجت سنة 1993، بعد سنة وتسعة أشهر السجن الثالثة. ف يعني أنا قررت بعد خروجي من السجن أن أستمر في عملي النضالي، واستمريت. الاعتقال اللي تم سنة 95 لأنهم اكتشفوا أن هناك مجموعة فيها 5 أفراد تقوم بتجميع وإعانة العائلات، عائلات المساجين السياسيين، الإعانة المادية والاجتماعية. فاعتقلت 95، وتسبب ذلك في إجهاض ابنتي من بطن أمها في 9 شهر. من يومها بدأت عملي النضالي، وسنة 99 دخلت منظمة العفو الدولية، انتخبت سنة 2000 كعضو مكتب تنفيذي معوض، وصدم ذلك أمن الدولة، لأنه سنة 2000 يدخل أحد المساجين السياسيين ليصل في عضويته أو في عضوية منظمة دولية إلى عضوية مكتب تنفيذي ولو معوض. يعني هذا صدم كليا وزارة اسمها وزارة الداخلية، فأوقفت لمدة 5 أيام، وكلف هذا الإيقاف الدولة التونسية نزول مجموعة تسمى مجموعة ليزانترفونسيون في منظمة العفو الدولية، كانت تشرف عليه امرأة اسمها إليزابيث هوشكينز، هذه حفيدة ذلك الطبيب اللي يسمى عليه مرض الهوشكينز. فالمرأة نزلت إلى تونس وقابلت وزير الداخلية وطلبت منه بشدة إطلاق سراح زهير مخلوف، وإلا فإن منظمة العفو الدولية ستقوم بحملة إعلامية كبيرة على عضو من أعضاء مكتب تنفيذي وعضو من أعضاء منظمة دولية. من ذلك الزمن، من سنة 2000 في هذا الاعتقال الأخير،
خذ عمل حقوقي شرس ضد منظومة بن علي. وفي السنة بعدها سنة 2001 كنت من ساهم في تكوين وفي تأسيس الجمعية الدولية للمساجين السياسيين، فجل أعضائها كان في علاقة بالأسعد الجوهري. استطعنا من أكثر من ولاية أن نجمع الشجعان من المناضلين حتى يدخلوا إلى هذه الجمعية التي كانت تحديا قاسيا ثانيا في تاريخ البلاد. وأسسنا الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين التي كان يرأسها السيد محمد النوري. وحتى نقول الحقيقة فإن هذا الرجل قد أدغم حقه ولم ينصف من الساحة الحقوقية التونسية وحتى الدولية، فلا بد من ذكر هذا الرجل لأنه احتضن في مقر عمله الذي حوصر لأكثر من 7 سنوات بسبب احتضانه للجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين. وصلت العمل إلى حدود يعني الثورة، ولكن لابد أن أذكر محطات كبرى حتى لا أطيل. المحطة الثانية الهامة في تاريخ النضال كانت سنة 2005 في اهتمامي بحركة 18 أكتوبر. كنت منسقا داخليا لعملها الإعلامي، أنتجت الفيلم 18 أكتوبر للحقوق والحريات، وكان فيلما رائعا بالمقارنة في وقتها سنة 2005 آخر 2005 بداية 2006. كنت أجمع ملفاتها الفكرية، كنت أساهم في نشرها، تابعت العمل الحقوقي منذ 2001، كتبت في تونيزي نيوز، كتبت من سنة 2001-2002 بداية في تونيزي نيوز إلى حدود 2011 وأنا أكتب في هذا الموقع الإلكتروني التونسي المعارض الذي كان لا يدخله إلا شجعان هذا البلد. سنة 2005 قلت بدأت العمل ضمن نشاط مجموعة 18 أكتوبر. ثم سنة 2006 أنتجت فيلم للجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين. وبعد ما يعني قل نشاط هذه الجمعية استطعنا من خلال عملنا الإعلامي أن ننشر أول فيلم عرض في المواقع الدولية وفي أكثر من موقع إلكتروني. كانت يعني المواقع الاجتماعية ما زالت لم توجد سنة 2006 أو بداياتها كانت، ولكن ما كانتش متنفس حقيقي. عرض هذا الفيلم في جنيف، عرض أيضا في مواقع إلكترونية، وعرض في الحوار التونسي، في الحوار اللندنية، حوار يعني هذه الفضائية. سنة 2006 عرضنا لمعاناة المساجين السياسيين، أنتجت هذا الفيلم. لا تعلم أعضاء الجمعية ولا شرو نقير من هذا الفيلم كيف أنتج ومن سجله ومن صوره. أنا كنت أدخل بيوتات الإسلاميين بدون استئذان، كنت أصور. كانت هناك ثقة ليس بالجمعية بقدر ما هناك ثقة بهؤلاء الذين يقتحمون البيوت، لأنه سنة 2006 أن تدخل بيوت وتفتح لك منازل الإسلاميين فهذا تحدي، لأنه كان الخوف يركن على يعني قلوب الناس. يعني من 2005 بدأ العمل التسجيلي، ثم 2006 استمر بشكل في أهم الملفات الحقيقية، وآخر 2006 كانت المحطة الأخيرة التي يعني أزمت العلاقة بين الجمعية الدولية لمساندة المساجين ورئيسها. وتأزمت العلاقة بسبب الانتخابات سنة 2007، الانتخابات المحامين اللي كانت فيها أزمة المحامين داخلية انعكست على الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، باعتبار أن رئيسها السيد محمد النوري ترشح للعمادة، ولكن الأطراف المحامين الإسلاميين لم يقوموا بانتخابه، فصارت أزمة في الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، جعلت الجمعية تحسم أو يعني تطرد
رئيس الجمعية، فأنا انحزت إلى الرئيس انحياز، لأنه في الحقيقة أعلم كثير من الأسرار، ولكن ليس بهذه الطريقة يقع إقصاء رئيس جمعية معتبرة هامة. ومباشرة أسسنا منظمة حرية وأنصاف. حرية وأنصاف هذه التي كانت تأسيسها بسبب صراع داخل الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين. منظمة حرية وأنصاف هي المنظمة التي كانت نقيض للجمعية الدولية. أسسنا هذه المنظمة بعد خفوت يعني دور الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين. كنت منذ 2007-2008 منخرط في موقع إلكتروني اسمه السبيل أونلاين. كان دوري الحقيقي إعلامي حقوقي أو الإعلام الحقوقي، ولم ينضبط هذا الإعلام بأي خط أحمر، ولم أنضبط داخل منظمة حرية وإنصاف بأي خط أحمر، خاصة أن الرئيس لم يكن الفاعل الأساسي في المنظمة، كان هو الغطاء المعنوي والقانوني ويعني المنظور، ولكن كان هناك فعلا خفيا نقوم به بدون ضوابط سياسية. هذا مسيرة زهير مخلوف في تاريخه الإعلامي والحقوقي. أيضا أكملت مسيرتي داخل منظمة العفو الدولية من 99 إلى حدود 2011، وانتخبت أكثر من مرة يعني، وآخرها أنا الآن كاتب عام منظمة العفو الدولية. كان هذا في المطلق نشاطي الإعلامي والحقوقي. أنا أختصر أني في نشاطي الإعلامي والحقوقي كان لي 156 تسجيل مصور عرض في الإنترنت عن قضايا تجاوزات إعلامية وحقوقية من نظام بن علي ضد الأطراف السياسية والحقوقية والمدنية، وكانت هذه المتنفس والعين للمناضلين السياسيين خارج البلد وللمنظمات الحقوقية الدولية التي تنظر على الواقع التونسي من خلال موقع السبيل أونلاين ومن خلال ما يعرضه زهير مخلوف. وأنا كنت أعرض كل هذه الأفلام منذ 2007 ومنظات من الأول والآخر بالمناضل الحقوقي زهير مخلوف.